الوضع البشري يحيل على القضايا التي تشغل الإنسان والفكر منذ القدم. ومعنى الوضع البشري أي السياقات التي يوجد فيها الإنسان على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى التاريخي، حيث تحددها جملة من الأبعاد، البعد الذاتي نسميه فردا، والبعد التفاعلي نسميه غيرا، والبعد الزمني نسميه تاريخا. وفي هذا السياق يقول الشاعر إيليا أبو ماضي معبرا عن هذا الوضع البشري: جئت لا أعلم من أين ولكنني أتيت، ولقد أبصرت قدماي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير؟ هل أنا الصاعد أم الهابط فيه وأغور؟ أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والظهر يجري؟ الوضع البشري يدرس الإنسان باعتباره ذاتا حرة، وفي نفس الوقت يخضع لشروط واحتميات، باعتباره كائن حي ولكنه يموت ويفنى، باعتباره فرد وذات مستقلة ولكنه يخضع لسلطة الجماعة ولسلطة المجتمع. إجمالا يمكن القول أن الوضع البشري يحمل مجموعة من المفارقات. إذن الغير يمثل الجانب التواصلي التفاعلي الذي نحن في حاجة إليه من أجل أن نعي وندرك ذواتنا. وداخل الوضع البشري يوجد كذلك البعد الزمني، فالإنسان يعيش في الزمن، لذلك يحتاج إلى التواجد مع الأغيار. وفي التاريخ الإنساني تنشأ الحضارات، وحتى الفرد لديه تاريخ، فهو لديه ذات، لديها ماضي وحاضر ومستقبل. إذن البعد الزمني يحضر في التاريخ الجماعي ويحضر كذلك في التاريخ الفردي. إذن الفهم ديالنا للوضع البشري سيكون فيه مجموعة من المفارقات. فالإنسان هو ذات حرة، لديها استقلالية، لديها إرادة، لديها مسؤولية، ولكنه في نفس الوقت يخضع لمجموعة من الحتميات والضرورات، الحتمية البيولوجية، الحتمية الاجتماعية، الحتمية التاريخية، هذه كلها شروط موضوعية خارجة عن إرادة الفرد. فهنا سوف يتفاعل الإنسان مع هذه الوضعيات، فهل هو ذات حرة مستقلة أم خاضع للحتمية والضرورة؟ إذن رهان هذه المجزوءة هو معرفة الإنسان في علاقته بين إشكاليتين: إشكالية الحرية، هل هو حر في تصرفاته واختياراته، في علاقته مع ذاته، ثم في علاقته مع الغير، وكذلك في تواجده داخل الزمن، أم أنه خاضع إلى جملة من الإشراطات والإكراهات التي تفرض نفسها عليه بالضرورة. وبهذا المعنى فإن الإنسان محكوم بشروط موضوعية تترتبط بالسياقات اللي هضرنا عليها، هي الحتمية الاجتماعية والتاريخية وغيرها، وكذلك هناك عوامل ذاتية ترتبط بالحرية والإرادة وقدرة الإنسان على التغيير والتأثير في ذاته والمجتمع. لكن أكبر مميز ديال الإنسان هو أنه يستطيع تجاوز ظروفه وشروطه التي يوجد داخلها، وهي اللي خلت الإنسان يتميز على باقي الموجودات الأخرى، حيث أنه يعيش بين الحرية والضرورة، بين الذاتية والموضوعية، لكنه لا يستطيع أن يبقى دائما في صيرة محكمة. إذن أعزائي التلاميذ، فإن الوضع البشري يتمثل في ثلاثة أبعاد: البعد الذاتي الذي يتجلى في قدرة الإنسان على الوعي وتمثل ذاته وتملكها من خلال التفكير الحر والمستقل، وهناك بعد تفاعلي يتجلى في حاجة الإنسان إلى الغير لكي يحس بذاته ويعيها، وأخيرا البعد التاريخي الذي يبرز في انتماء الإنسان للجماعة. هنا توجد المشكلة، لأنه من زاوية هو كائن عاقل وما تميز عن باقي الموجودات، لكنه في نفس الوقت يخضع لإكراهات وشروط بيولوجية وغريزية. حياة الإنسان تسير وفق قواعد الطبيعة وقواعد الثقافة والمجتمع الذي يؤثر الفرد ويجعله في وضعية معينة، غير أنه قادر على الإبداع والخروج عن المعتاد. وهنا يأتي دور الحرية التي لا يمكن فصلها عن وعيه بمحيطه الخارجي والطبيعي والاجتماعي، والانخراط مع الغير في علاقة محمومة بالتبادل، والعلاقات الأنا بالغير لا تنسج في فراغ، إنما توجد ضمن مجال زمني أي في سياق تاريخي محدد فيه يراكم الإنسان خبراته. فالإنسان لا يوجد إلا بوصفه امتدادا في التاريخ، يعيش في الماضي والحاضر والمستقبل، على خلاف الكائنات الأخرى التي تعيش في حالة واحدة. إذن فالكائن الإنساني يحمل أبعاد مختلفة ومتنوعة.